في أحد بلاد الشرق الجميل عاش مشعوذ شرير. كان هم هذا المشعوذ أن يستولي على المصباح العجيب بأي طريقة كانت. وفي يوم من الأيام المطلوب موجود من وقت طويل في مغارة تحت الأرض من جهة الشرق، مسيرة شهر كامل. المصباح العجيب هناك، ولكي أحصل عليه لابد لي من أن أستعين بصبي صغير، وسينفتح له باب المغارة. إنه ابن الخياط الماهر ويدعى علاء الدين. أنا جائع جدا. هذه وحسب؟ أعلم أنها قليلة، لكن لا نملك نقودا. أبي مات ولم يترك شيئا، وعلي أن أعمل. حفظت الدرس. عليك أن تعمل بجد يا علاء الدين لتكسب قرشك حلالا، هل فهمت؟ يا أهل الدار. عفوا، أليس هذا بيت أمي علاء الدين؟ بلى. ألم أرك من قبل؟ بل التقينا يا ابن عمي، ولم يعرف أحدنا الآخر. أرأيت ماذا تفعل الغربة بالأقرباء؟ لا يعرف أحدهم الآخر، ولكنني وجدتكم. أخذ المشعوذ يحدث علاء الدين وأمه عن نفسه وعن قرابته لهما، فقد ادعى أنه ابن عم والد علاء الدين، وأنه كان مسافرا في بلاد بعيدة، وبعدها قدم صرة النقود إلى أم علاء الدين، وكانت تحتوي على دنانير ذهبية براقة. ولم ينس ذلك المشعوذ أن يقدم قطع القماش الحريري الفاخر. وبعد عدة أيام أخذ المشعوذ علاء الدين إلى هضبة صغيرة خارج البلدة. علاء الدين ابن الخياط صار هنا، والمفتاح المفقود هنا. ستظهر الآن بوابة تحت هذه النيران. كل ما عليك هو أن تفتح هذه البوابة وتدخل إلى المغارة تحت الأرض. هيا اظهري أيتها البوابة الغامضة، لأن مفتاحك إلى جانبي الآن. عمي أنا خائف. افتح البوابة يا علاء الدين. ولكن كيف؟ إنها ثقيلة جدا. المسها بيدك. حسنا سأفعل ذلك يا عمي. ادخل الآن من هذه الفتحة أيها الصبي. اسمع، أنت الوحيد الذي يستطيع أن يدخل إلى هذا المكان يا علاء الدين. انظر، سأعطيك هذا. ما هذا؟ سيساعد هذا الخاتم على تجاوز أي مشكلة. اسمعني جيدا، لأنني سأعطيك بعض النصائح عندما تصير أسفل هذا الدرج. إياك ومخالفتي فيما أقول لك. اسمع، في أسفل الدرج بوابة نحاسية، عندما تجدها افتحها. وجدتها.
والآن ترى خلف البوابة كثيرا من الكنوز. لا تلمسها، فليست المطلوبة. يا علاء الدين، هناك مصباح قديم فوق عمود أخضر. كل ما تقوله صحيح يا عمي، سأحصل عليه. لكنه مصباح قديم جدا. عليك أن تأخذ المصباح ولا شيء آخر. تأخر هذا الصبي الكسول. انتظرت أن أحصل على المصباح مدة طويلة، والآن سأحصل عليه. عمي، هل أحضرت المصباح يا ابن أخي؟ بالتأكيد، لقد حصلت عليه. شيء رائع أنك حصلت عليه. أعطني المصباح الآن يا علاء الدين. لماذا تغير وجهك فجأة وكأنك لست عمي؟ أنا عمك؟ أيها الفتى الأبله، أعطني المصباح وابحث عن غيري ليكون عما لك. لن أعطيك المصباح أيها الشرير. انتظر يا علاء الدين، أنا أمزح معك يا بني. إذا أردت المصباح فالحق بي. لا تدخل البوابة بالمصباح أرجوك، إذا أغلقت فلن تفتح إلا بعد 1000 سنة. إذا انتظر 1000 سنة. يظن أنه سيغلب علاء الدين. حسنا، سأغفو قليلا ريثما يذهب. ذهب كل شيء في مهب الريح. أظن أنه قد ذهب. لا أستطيع تحريك البوابة. ماذا حدث؟ سأعطيك المصباح. يا لهذه المصيبة، هل سأبقى هنا 1000 سنة؟ بما يأمر سيدي الفاضل حتى استدعى خادمه من الخاتم العجيب؟ من أنت ومن أين أتيت؟ أنا مارد الخاتم، وأظهر بسرعة منه إذا ما فرك، وقد فعلت ذلك به، فاطلب مني ما تشاء أجبك يا سيدي. أتقول الصدق؟ إذن برهن على ذلك وأخرجني من هنا. أمرك يا سيدي. جدا، لقد خرجت. أيأمرني سيدي بخدمة أخرى؟ لا شكرا لك. إلى اللقاء سيدي. إنه خاتم رائع، لا شك أن ذلك الرجل لم يعلم بسر هذا الخاتم. ما أجمل هذه الحلية يا علاء الدين، هل أعطاك إياها عمك؟ عمي؟ نعم عمي. والآن إذا بعنا هذه الكنوز فسنصير أثرياء ونشتري كل شيء. ولكن يا بني، سنأكل الشواء ونلبس ثيابا جديدة وننام على ريش النعام يا أمي. لا يمكننا أن نبيع هذه الأشياء، وإذا بعناها فسيظن الجميع أننا سرقناها، وعندها ستقبض علينا الشرطة. وما العمل يا أمي؟ تعمل بجد فتجمع الدينار فوق الدرهم حتى تصير غنيا، وعندها لن يتعجب أحد إذا بعناها. فهمت، إذن سأعمل من الغد، ولكن قبل ذلك سأذهب لأشتري بعض الطعام، ولكن بعد أن أبيع هذا المصباح القديم لكي لا يشك في أحد. علي أن أنظفه، فهو متسخ جدا. بما يأمر سيدي، أنا في الخدمة وطوع أمرك. كان ذاك مارد الخاتم وأنت مارد المصباح، أليس ذلك صحيحا؟ بلى هذا صحيح يا سيدي، فبما أستطيع أن أساعدك؟ أريد طعاما كي أكله، أنا جائع جدا. أمرك، انتظر. انظر يا أمي،
هذا الطعام اللذيذ لنا، سنأكل حتى تنتفخ بطوننا. لقد دهشت الأم مما جرى أمامها، فقد صار في إمكان علاء الدين أن يحصل على ما يريد متى شاء وأينما شاء، ولا يكلفه ذلك إلا فرك ذلك المصباح القديم. ماذا تريد الزواج؟ لا أدري متى يكبر عقلك وتفكر تفكيرا سليما يا بني. فكر قليلا فيما تقول يا علاء الدين، من المستحيل أن يوافق الحاكم على أن يزوج ابنته الوحيدة بإنسان فقير معدم لا يملك شيئا. أنا لست فقيرا يا أمي، انظري أملك هذه الكنوز، ثم إنني أملك المصباح العجيب. أم تراك نسيت عشاء البارحة الذي أحضره لنا؟ اقتنعت الأم بما قال علاء الدين، استيقظت مبكرة في صباح اليوم التالي لتذهب إلى القصر بعد أن حملت معها كثيرا من الكنوز التي جلبها لها مارد المصباح العجيب. سأدعو لك بالتوفيق يا أمي. دخلت الأم ومن خلفها خادمان يحملان الكنوز الغالية، هدية علاء الدين إلى حاكم البلاد وابنته الأميرة. وضعت الكنوز الكثيرة النفيسة أمام الحاكم، فتعجب منها وظن أن علاء الدين على قدر كبير من الثراء يسمح له بالزواج بابنته، وأراد أن يرى هذا الشاب الذي يملك كل هذا، فدعاه إلى قصره. لقد أتى ذلك الشاب الثري علاء الدين أخيرا، لم أتوقع أن يأتي في موكب ضخم مثل هذا الموكب. رائع، مدهش، شاب في مقتبل العمر وسيم جدا، يركب حصانا أصيلا، تبدو عليه هيئة الثراء والعز كأنه من أبناء الحكام. يا ابنتي، يلوح لنا بيده اليمنى. ومن أين كل هذا يا أبي؟ سنعلم ذلك فيما بعد، دعي والدك ينظر إلى هذا الموكب الضخم الذي يضم خدما وعبيدا وفيلة وخيولا أصيلة. أيها الكرام، أعلن أن السيد علاء الدين صار زوجا لابنتي. أرجو منك يا علاء الدين أن تعامل ابنتي بالمعروف. سأعاملها بما يرضي الله، ولن أقصر في تنفيذ أي طلب تطلبه مهما كان صعبا. وإذا قالت إنها تريد قصرا كبيرا مثل قصري؟ سأفعل إن شاء الله في ليلة واحدة. وتستطيع في ليلة واحدة أن تبني قصرا؟ نعم بالتأكيد. أمرك أن تبني هذا القصر في هذه الليلة، وإن لم أرى القصر مبنيا صباح الغد سيكون ذلك دليلا على أنك لن تفي بما وعدتني من حسن معاملتها. أمرك. يا مارد المصباح، أخرج في الحال. إنها مهمة سهلة، سأنفذها. أريده قصرا كبيرا، أكبر من قصر الحاكم. أبي استيقظ يا أبي، وانظر من النافذة. إنه قصر رائع، انظر يا أبي ما أجمله، لقد بناه علاء الدين في ليلة واحدة. صدقت يا ابنتي، لقد وفى علاء الدين ما وعدنا به. و
وبذلك تزوج علاء الدين وابنة الحاكم وعاشا في قصرهما. ولكن ليست هذه نهاية القصة، ففي مكان آخر كان هناك من يشعل النار ويتسقط الأخبار ويتلوى على الرمال الحارة من الغيظ مثل الأفعى. فقد وصل إلى أسماعه أن علاء الدين تزوج بابنة الحاكم، فاشتعلت في قلبه نيران الحقد وقرر الاستيلاء على المصباح والانتقام. إنه المشعوذ الشرير. سأذيقك مرارة الانتقام يا علاء الدين. بعد مضي عدة أيام خرج علاء الدين ليرى أصدقاءه القدامى، وترك زوجته في القصر الواسع الفسيح. هي مصابيح جديدة، المصابيح الجديدة ثمنها رخيص، لا تدفعوا بل بدلوا بمصابيحكم القديمة أخرى جديدة. الجديد بالقديم. مرجانة، هناك مصباح قديم في غرفة سيدك، خذيه واستبدليه بالجديد. حاضر. لا تدعوا الفرصة تفوت من أيديكم، جديد بقديم، مصباح بمصباح. أيها البائع. نعم. أريد استبداله. بكل سرور، تفضلي. لم تكن الزوجة تعلم ما يعنيه هذا المصباح القديم عند زوجها علاء الدين، لذلك نجحت حيلة المشعوذ الماكر. وفي تلك الليلة اقتلع القصر من أساسه. وبذلك خطف المشعوذ الزوجة إلى مكان بعيد جدا. ماذا؟ اهدف القصر من مكانه. لا شك أن أحدا ما قد وصل إلى مصباحي العجيب. أخرج يا مارد الخاتم. بماذا أستطيع أن أخدم سيدي الفاضل؟ أتعلم أحدا يدعى مارد المصباح؟ بالتأكيد. لقد استخدمه أحدهم للاستيلاء على قصري وزوجتي. اذهب واسترجعهما في الحال. ما تطلبه مستحيل علي فعله يا سيدي، لأن قوة مارد المصباح تفوق قوتي 120 ضعفا. أستطيع أن أخذك إلى حيث أخذ القصر. أيتها الأميرة، أعرض عليك الزواج، فهل تقبلين بي زوجان؟ ابتعد يا خبيث. هل نسيت أنني سيدة متزوجة؟ لم أنسى. إذن اترك يدي، اتركها. إذن انتظري زوجك لينقذك. ياقوت. علاء الدين، علاء الدين، تعالي. اهدئي يا ياقوت، اسمعيني جيدا. رسمت خطة لإنقاذك من هنا، انظر إلى هذا. أيها المصباح، أريد منك أن تقنع ياقوت بأن ترضى بالزواج مني، فهل أنت قادر على فعل ذلك؟ ما الأمر؟ أعتذر، موافقة. موافقة؟ كنت مخطئة حين رفضت. ماذا؟ أمر غريب. لا، ليس غريبا، فأنا لا أستطيع الهرب منك في أي حال من الأحوال. هذا كلام جميل. قلت لنفسي الأفضل لي أن أكون زوجة لك. أنا سعيد جدا لأنك فكرت هذا التفكير يا عزيزتي. انتظر لنشرب أولا عصير التفاح. هذه لك يا عزيزي، وبعد ذلك نتزوج. ستكونين أفضل زوجة. تعالي اقتربي. من؟ علاء الدين؟ مرحبا يا عمي، كيف حالك؟ سأريك أيها المزعج. هاهاهاها
والآن جاء دور الانتقام يا علاء الدين. توقف أيها الفتى المزعج، سوف أقتلك. لن تستطيع أن تهرب بعيدا من هنا. لن تفلت مني، إنها نهايتك. لقد هزمتك يا علاء الدين. هل تريد شيئا قبل أن تموت؟ لا أستطيع. بدأ الدواء يؤثر فيه. الحمد لله على سلامتك يا زوجي العزيز. أخذ علاء الدين المصباح وأمر المارد أن يعود بهما إلى بلدهما ليعيشا بعد ذلك حياة كلها سعادة وأمن واستقرار.